صباح الخير واهلا بحضراتكم في جوله جديده في الصحافه اليوم. تابعنا على مدار الساعات اللي فاتت الحادث المؤلم اللي حصد ارواح زوار بيت الله الحرام في مكه المكرمه. بنتوجه بالعزاء للامه الاسلاميه جميعا في الشهداء اللي ارتقوا لجوار ربهم النهارده في البقعه الطاهره المباركه دي. وفقا لاخر المستجدات حولين الحادث، قال الفريق سليمان العمر مدير عام الدفاع المدني لتلفزيون الإخبارية السعودي قال النهاردة أنه عدد القتلى من سقوط رافعة في الحرم المكي وصل ل 87 شهيد، تغمد الله شهداء الأمة الإسلامية برحمته. قال كمان أنه كان في حالة جوية على مكة المكرمة وكان في أمطار ورياح شديدة أدت إلى اقتلاع الأشجار والتأثير على الرافعات الموجودة في الحرم، وانه الرافعه سقطت وادت الى وفاه 87 حاج و 183 مصاب. الارقام دي اخر ارقام وصلت لنا، ولو في جديد عندنا اكيد هنتابع مع حضراتكم اول باول مره تانيه، يعني تغمدهم الله برحمته الواسعه. النهارده كمان هي الذكرى ال 14 ل 11 سبتمبر. حادث شهير غير شكل العالم لما الطيارتين اصطدموا ببرج التجارة العالمي أو ببرجين التجارة العالمي. وزي ما الجملة الشهيرة اللي كلنا عارفينها بتقول، العالم بعد 11 سبتمبر مش زي العالم قبل 11 سبتمبر. وعلى فكرة ناس كتير مننا حتى في حياتنا العادية بنبتدي في كلامنا العادي، يا ده زي النهاردة كنت فين، ده أنا زي النهاردة كنت بتابع الحدث ده فين. ناس كتير بالرغم من أنه عدى 14 سنة، ناس كتير بتتذكر هذا الحدث كعلامة فارقة وبتأرخ لها انها كانت يومها كانت فين وقبلها كانت بتعمل ايه وبعدها كانت بتعمل ايه. شفنا امريكا وهي بتحرك جيوشها في اقصى الارض وبتحارب في افغانستان والعراق وبتتدخل في تفاصيل جوهرية في مصير الشرق الاوسط باكمله لحد ما وصلنا للنقطة اللي احنا فيها دلوقتي. القاعدة تلاشت بعض الشيء وظهر وحش جديد أكثر إرعابا اسمه داعش. وبالمناسبة السنة اللي فاتت زي النهاردة برضو أعلن أوباما بداية الحرب على داعش. بين القاعدة وبين داعش فصائل كتير مش عارفين نحفظ اسمها، بس كل اللي عارفينه إن العالم العربي ما بقاش زي ما كان قبل 11 سبتمبر 2001. سوريا في أسوأ حالتها، العراق مدمرة، ليبيا في فوضى شاملة، اليمن في مأساة، باقي الدول العربية على شفا تغيرات عنيفة بقالها 4 سنين. مع الأيام الأولى لحادث 11 سبتمبر الرهيب طلعت نظريات المؤامرة والتفسيرات اللي بتشكك في الحادث وبتقول إن أمريكا ضربت نفسها بنفسها أو إن البنتاغون ما تعرضش للضرب. وشوفنا سيناريوهات كتير وناس كتير بتقول الشيء وعكسه. كل حد بقى حاسس إن معاه السر الحصري اللي حصل في 11 سبتمبر. وبعد 14 سنة على النسخ الكتير من نظريات المؤامرة، بقت المؤامرة هي أقرب طريقة بنفكر بيها وبنفسر بيها الأحداث للأسف. على مدار الأسبوع اللي فات كانت فكرة المؤامرة واحدة من أكتر الأفكار اللي تصدرت أخبار وتقارير واهتمامات المصريين، بعد ظهور الخبراء العسكريين للحديث عن أمور أثارت اندهاش وسخرية ناس كتير. الموضوع بدأ بتقرير في المصري اليوم نقل كلام الخبير الاستراتيجي اللواء حسام سويلم اللي قاله في أحد البرامج التلفزيونية واللي كان نصه إن احنا عايشين عصر المؤامرات وإنه في كمان الجيل الرابع وإنه في كمان أسلحة الجيل الخامس. وقال وأضاف إنه في برنامجين لحروب الجيل الخامس، منها هارب ومنها نقار الخشب. واتكلم كمان على تطوير هذه البرامج وإزاي إنه ممكن يتم التحكم في الطبيعة، واتكلم على ضرب أمثلة بإنه إزاي بعض قنابل ممكن تحويل حجمها وانها ممكن تكون في حجم كوب ميه وفعاليتها تكون اضعاف القابله الهيدروجينيه على سبيل المثال. الحقيقه الناس
تلقت الكلام ده بمنتهى الاستهزاء على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرت ان الراجل ممكن يكون بيألف كلام من دماغه، ولو جيت للحق كلام شكله ما يطمنش. عملنا بحث وراء الكلام ده باللغة الإنجليزية، وكانت المفاجأة انه بالفعل في مشروع اسمه هارب، وهو عبارة عن صيغة تعاون بتجمع البنتاغون مع وزارة الدفاع الكندية لأغراض عسكرية بالفعل. لكن المشروع مفيش مواد موثوق فيها علميا متوفرة على الانترنت بخصوصه، مفيش موقع رسمي، مفيش وثيقة، مفيش ورقة علمية عنه، مفيش بروتوكول تقدر ان انت توصل له، مفيش اي حاجة تقدر تعرفها وتتقصاها على وجه الدقة. حتى اللينكس اللي موجودة في صفحة ويكيبيديا الانجليزية اللي بتكلم عن الموضوع مش شغال، لينك واحد بس اللي كان شغال. طيب ايه حكاية نقاش؟ ما لقيناش نتائج عنه بالانجليزي، ممكن يكون موجود نتائج عنه مثلا بالروسي عادي. ولكن المؤسف فعلا في كل ده هو ان الخبراء والمحللين الاستراتيجيين اللي مالين الفضاء الاعلامي بيتكلموا كلام لا يراعي السياق، كلام ما نقدرش ان احنا نستوثق منه علميا، كلام متضارب احيانا مع بعضه ومجتزأ احيانا تانية، وكلام ما نعرفش علاقته بينا ايه، وبقى كله بيتسابق مع كله علشان يثبت اننا بنتعرض لمؤامرة كونية، كله عايز يدمرنا. طيب المؤامرات دي طلعت فجأة كده ولا انتوا لسه عارفينها؟ لو ده كله بيحصل فالمواطن العادي من حقه يسأل نفسه، طيب احنا مستعدين يا ترى للبلد دي او للبلاوي دي اللي بنواجهها؟ طيب ولو مش مستعدين الحل ايه؟ وعارفين مين هيكون مدان؟ كل قيادات البلد، كل البلد. لكن ضروري علشان الصورة تكمل ان احنا نقرأ في الاخبار جزء من مقال اللواء اركان حرب سيد ونيم عن حروب الجيل الخامس. وكاتب المقال بيتكلم من واقع المحاضرة اللي هو حضرها في الولايات المتحدة سنة 2004 مع ويليام لاند، مخترع مسمى حروب الجيل الرابع في الاساس. يعني ده ممكن يكون اخطر شاهد مصري في حكاية قضية الجيل الرابع والجيل الخامس والمصطلحات دي كلها. الراجل بيقول ايه بقى نقلا عن ويليام لاند؟ بيقول انه احد اسباب محاولات ايجاد جيل خامس للحروب قد يكون سوء فهم مصطلح للجيل كنظرية، حيث يعني نقلة نوعية مثيرة. ولقد اعتمدت كلمة الجيل لتواصلي مع مشاة البحرية الأمريكية المارينز، فمن الصعب تقبل عقليتهم للجمل المركبة. أخيرا علينا أن نطلع جيدا على ما صدر بشأن الجيل الخامس من الحروب، وعلى افتكاسات المحللين بشأن الجيلين السادس والسابع كنظريات وهمية عن الحروب. تخيل لو عملت أي ظاهرة بعد الجيل الرابع على إنها نظرية جيل جديد من الحروب، وفكرت في وضع تفاصيل له تتضمن ما يميز من ينفذونه وأساليب تنفيذه وأهدافه الاستراتيجية وطبيعة أعماله وأفضل أسلوب لمحاربته، هل ستجد اختلافا أيديولوجيا يمثل نقلة نوعية عما قبله؟ في الغالب ستكون الإجابة بلا. المقال ده بيخدنا المقال الثالث مهم برضو للأستاذ جلال نصار رئيس تحرير الأهرام ويكلي، والمقال بيعاد تداوله الأيام دي بالرغم من أنه 12 سطر، لكنه مهم علشان نقدر برضو نشوف من وجهة نظر ثالثة مهمة. مقال الأستاذ نصار بيبدأ من ذكريات دراسته للماجستير في جامعة ليدز في بريطانيا تحت يد البروفيسور فيليب تايلر العالم في مجال الإعلام الدولي واستخدام الإعلام في إدارة العلاقات والأزمات، واللي بيشرح لنا جلال نصار من مجمل دراسته معاه النتيجة التالية، أنه نجاح حرب الجيل الرابع لا يحتاج إلى عملاء وخونة بقدر احتياجه لتوظيف مواقف وردود فعل منطقية وطبيعية ومتسقة مع ذاتها، على اعتبار أن وسائل التدمير الذاتي لشعوب المنطقة ومن بينها مصر كانت متواجدة نتيجة لتراكم الفساد والجهل والفقر والعنف والظلم الاجتماعي وضيق الأفق السياسي وتشرذم النخبة وتبعياتها للسلطة لسنوات طويلة. وكان كل ما يحتاجه من يدير تلك المعركة عدد قليل جدا من العملاء وكثير من المواقف
وردود الأفعال الطبيعية المتسقة مع تاريخها وقناعتها لإدارة تلك المعركة بنجاح منقطع النظير، بحيث يصل في نهاية الأمر إلى تحقيق هدفه بصعود تيار الإسلام السياسي في معظم دول الربيع العربي قبل أن تتصدى مصر في 30 يونيو ومن بعدها تونس منذ أيام لهذا الصعود الرهيب. ثلاث مستويات من شرح الأمر الواقع، ثلاث وجهات نظر ممكن تبص من خلالها للأمور وتعبر عن اللي بيحصل. الفرق في الصياغة، الفرق في اللغة، الفرق في الجدية، وما بين طرح يبقى علمي ويحترم ذهن وعقل المتلقي، وما بين طرح بيستسهل وشكله بيضحك. مش بنقول طبعا انه اي حد عايز يكذب او يألف ويضلل الجماهير انه المفروض ان هو يحكم كذبه، لا، احنا بنقول ان هو ده المستوى اللي وصلنا له من التشوش، بحيث ما يبقاش او ما نبقاش عارفين نميز التحليل الجاد وبين الكلام الفاضي اللي متوفر للاسف في اعلامنا بكثافه. يمكن نظريه المؤامره هي اللي خلتنا عملنا كل ده ووصلنا للحال اللي احنا فيه دلوقتي. بعد الفاصل نكمل.